قدرت او احنا قدرنا ان احنا نحسن حياة الناس نعينهم على دنياهم يعني احنا هنبقى عملنا حاجة كبيرة قوي. جي ربنا قال لي طيب انا هخلي معاك اكتر من الفلوس. انا هخلي معاك البركة. وريني هتعمل ايه في بلدك وهتعمل ايه لناسك. هتغير صحيح، هتصلح احوال صحيح. يا رب اكون اقدر او نقدر مع بعض ان شاء الله. مش انتوا امنتوني عليها؟ مش انتوا امنتوني عليها؟ هقول يا رب يعني على هذه الامانه. ريسنا قالها، ريسنا قالها بكل حماس، حياة كريمة لكل الناس، وشاد علينا يا رب الناس، ويا رب بارك خطوينا، يا رب بارك خطوينا. إنني أعلن اليوم انطلاق هذا المشروع الطموح مستعيناً على تنفيذه بالله، بثقتي في قدرات المصريين دولة وشعباً، فإنني أعتبره تدشيناً للجمهورية الجديدة.